طيب معانا استاذ عمر الشرايبي الصحفي من الصحفي المغربي من المغرب، هيتكلمنا طبعا على التفاصيل الخاصه بالمباراه وطبعا وبعثه النادي الاهلي وايضا نادي الوداد وتجهيزاته لهذه المباراه. مساء الخير يا استاذ عمر. مساء الخير تحياتي قاسم لحضرتك. فاروق، ومساء الخير ضيفك الكريم والجمهور برنامج البريمو. اهلا وسهلا بيك، ويعني سعداء بتواجدك معانا. خلينا نتكلم على المباراه والاستعداد الخاص، سواء بقى الاستعداد الجماهيري بالرغم ان مش هيبقى فيه جمهور، لكن اكيد فريق الوداد عنده جماهيريه كبيره جدا في المغرب، وايضا النادي الاهلي عنده جماهيريه كبيره في القاهره، لكن الان احنا بنتكلم على مباراه في المغرب. الاستعداد الخاص للمباراه سواء من الجمهور او حتى من فريق الوداد، هبتدي بيه ده. وهو لغرابه الصدف ان فريق وبعثه فريق الاهلي مقيمه في فندق بقرب القلعه الحصين لنادي وداد والجماهير نادي وداد، لكن لسوء الحظ فريق الوداد سيغيب عنه الدعم واللاعب رقم واحد، اعتبره لاعب رقم واحد هو الجمهور في خلال هذه المباراه، المباراه المرتقبه للاسف. وباء كورونا غير عده متغيرات في عالم كره القدم، لكن الامور تمر على ما يرام، ونفس الحماس الجماهيري موجود لدى الراي العام الكروي، والكل يتحدث عن مواجهتي الاهلي والوداد والرجاء والزمالك لما تحملهما من مرجعيه تاريخيه بالنسبه لهذ الناديين العريقين على المستوى القاري القاري والعربي. طيب يعني خلينا دايما بنتكلم على فريق الوداد، وانت حضرتك قلت غياب الجمهور وده اللاعب رقم واحد لاي الناديين سواء الاهلي او الوداد، عندنا برضو اكيد غيابات خاصه بالفريق كلاعبين نحب نعرفها من خلال تواجد حضرتك معانا. وهو للاسف اليوم توصلنا بنبأ اصابه اللاعب صلاح الدين السعيدي بتاكد اصابته بفيروس كورونا، سيكون غائب عن المباراه، ولاعب من اللاعبين المهمين وكان من احد الدعامات الاساسيه للفريق خلال السنوات الاخيره. هو مؤكد انه سيكون غائب عن هذا اللقاء. لحسن حظ الطاقم التقني لفريق الوداد جاهزيه المدافع الايفواري الشيخ ابراهيم كومارا الذي ممكن ان يكون حاضر رغم الغياب عن مباريات الدوري استعاد عافيته، اضافه الى المدافع الاخر اشرف داري في قلبي الدفاع، وهذا هو المعطى اللي احدث الفارق خلال جولات الاخيره من البطوله، هو مشكل دفاع الوداد كان يعاني من غياب كومارا واشرف داري، لكن ممكن ان نرى هذين اللاعبين خلال مباراه غدا، مباراه بكره. باستثناء ذلك، باستثناء غياب صلاح الدين السعيدي، اظن ان جميع اللاعبين جاهزين لهذا اللقاء. اليوم الفريق اجرى ميرانه الاخير وكل اللاعبين جاهزين في معسكر بعيد عن مدينه الدار البيضاء. اكيد الطاقم التقني فضل انه يرحل الفريق خارج مدينه الدار البيضاء، هم في منتزع في مدينه الجديده بعيدا عن الضغط، وغدا سيلتحق مباشره بالملعب من اجل خوض اللقاء المرتقب امام الاهلي. طيب يعني خلينا نقول ان الرجاء يمكن او الوداد، انا اسف، احنا بنتكلم عن مباراه الغد. الوداد يمكن كان في نهائي افريقيا الموسم السابق او النسخه السابقه، وبالتالي في بعض الامور الخاصه بهذه المباراه حتى الان لم تحل، لكن عنده فرصه السنه دي الوداد، ويمكن دي الطموح الاكبر بالنسبه له ان هو يحصل على بطوله تعويضا للنسخه السابقه. خليني بس اكلمك، يعني لو انت، انا بتكلم على الموسم السابق امام مباراه او مباراه الترجي لو نتذكرها مع بعض يعني. نعم. هو موضوع خالص. الموضوع محكمه حتى الان لم ينتهي، يعني احنا بنتكلم حتى الان لم ينتهي. انتهى زميلي محمد فاروق، انتهى لان محكمه التحكيم الرياضيه حكمت لصالح الترجي واغلقت الملف نهائيا. الترجي هو بطل النسخه السابقه، الوداد ما عليه الا انه يعوض ما ضاع منه، والكل شاهد تلك المباراه والملف الذي استغرق ازيد من سنه في ردهات محاكم التحكيم الرياضي، لكن انتهى الملف وطويت صفحه الموسم والنسخه الماضيه، والوداد يريد الثار ورد الدين من خلال تحقيق نتائج ايجابيه والوصول لما لا الى المباراه النهائيه. ممكن ذلك سيكون على حساب الاهلي بالنسبه، هذا هو طموح اي طبعا ده طموح اي فريق.
طيب اي صحفي مغربي، خليني لكن اسالك المهم لن تكون سهله. نعم صحيح، خليني اسالك على جزئيه التحكيم. يعني حتى الان تم طبعا يعني اختيار الحكم ساكوزي، ويمكن هذا الحكم كان زي ما بتكلم في بعض الامور الخاصه به كشبهات خاصه بالفساد، ما اعرفش بقى الرد الفعل للجماهير الوداديه في هذا الحكم. الحكم جياني سيكازو اكيد لديه ممكن بين ظفرين سوابق على مستوى التحكيم الافريقي، لكن دائما هو قبل اي مباراه حاسمه، وانت تعرف كابتن فاروق دائما قبل اي مباراه حاسمه نبحث عن من هو الحكم الذي سيدير هذه المباراه، نبحث عن الاخطاء التي ارتكبها ضد هذا الفريق او ذاك، لكن اظن ان هذه الامور تبقى خارج النطاق الرياضي، ويجب التركيز على ما هو رياضي وما هو تقني، لأن هي مباراة غد من 90 دقيقة، بعدها هناك مباراة إياب أخرى. صحيح. المرجو فقط التركيز، لأنه لو انساق اللاعبين والأطر التقنية والجماهير في هذا منحى البحث عن التظلم من التحكيم أو ما شابه ذلك، فيفقد التركيز على المباراة، وهذا هو المطلوب في خصوصا ليلة المباراة. يجب صحيح. إبعاد اللاعبين وإبعاد كل ما يمكنه أن يعرقل أو يشتت تركيز اللاعبين وذهن اللاعبين، لأن هذه مباراة كما قلت مباراة صعبة جدا صحيح. بين فريقين مرجعيين ويعرفين بعضهم البعض سبق وأن يلتقيا كثيرا، لكن مباراة غد لديها خصوصيتها صحيح. وستحكم بتفاصيلها البسيطة. طيب، أشكرك أستاذ عمر شرايبي طبعا صحفي بدولة